زون ميكس. رجعنا من جديد في زون ميكس نحكي على الملعب التونسي، ينوي تقديم شكاية للجامعة التونسية أو تظلم أو ما نعرف شنو بالضبط نسميوه. ها باش يكون معنا ننتقل رسمي للملعب التونسي أنيس بن فلاح، نحكيو أكثر تفاصيل على الموضوع هذا، خاصة نحكي أكيد بعد الفيديو انتشر بصفة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما نعرفش زلة لسان أو كلام قاله رئيس نادي البنزرتي في حالة ماهيش طبيعية ولا شنو بالضبط. فيه تلميحات حول تلاعب بالنتائج في بعض مقابلات للنادي البنزرتي، خاصة سمى بالاسم ثلاثة مقابلات، خلينا نسميهم كما سماهم هو، مقابلة الترجي، مقابلة السي بي مع الترجي، كذلك مقابلة السي بي مع اتحاد بن قردين، والمقابلة السي بي متاع الجي اس كا. أكثر تفاصيل على التظلم هذا والشكاية والدعوة لفتح بحث وتحقيق من الجامعة التونسية من عند الناطق الرسمي للملعب التونسي أنيس بن فلاح الموجود معنا بالتليفون في المباشر. أستاذ أهلا بك. بيك سلام ومرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا بك سي انيس. دونك شنو نسميوه، دعوه، شكايه، شنو بالضبط اللي باش تبعثوه للجامعه ناويين ان شاء الله؟ والله احنا توا في الساعات القليله القادمه باش نوصلوا بلاغ رسمي عن الهيئه المديره للملعب التونسي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه فما معناها دعوه صريحه، معناها فما مكتوب باش يقع توجيه للجامعه التونسيه لكره القدم، مكتوب رسمي معناها لفتح بحث جدي، نقول ونركز على كلمة جدي المرة هذه، في ملابسات الجولات الأخيرة البطولة، خاصة الثلاثة جولات الأخيرة، على ضوء معناها ممكن مش بخلاف الفيديو هذا اللي حكيت عليه أنت نتاع عبد السلام السعيداني، فما فيديو آخر زاد ما بين شخص الحقيقة أنا ما نعرفوش والحارس السابق للنادي البنزرتي خميس الثاملي. دونك هذه فما معناها قبل نظرني وقت جيت وحدك مره الاستديو سلام حكينا في الموضوع هذا، قلت لك انا متاكد اللي فما حاجات صارت، لكن كرجل قانون ما نجمش معناها نوجه اتهامات على اعتبار وكوني ما عنديش معناها اثباتات. المره هذه نتصور اللي الاثباتات ولات موجوده، وهذه معناها تصريحات معناها اقرار تقريبا يرتقي الى معناها منزله الاقرار الصريح، بكونه معناها في المقابلات الاخيره الجوله معناها الثلاثه الاخيره صار فما تلاعب، معناها توجيه عبد السلام السعيداني يقول لك احنا موعدناكم لاعبيه باش نعطيوهم بريم ماتش بن قردان اللي هو كان ماتش معناها مصيري بالنسبه لنادي البنزرتي، هكا ولات قال لك احنا ما عطيناهمش بريم، معناها نتصور كان فما بريم تتعطى للملاعبيه باش تكون في مقابله كيف هذه، قال لك احنا الماتشات هذوما بعلاقاتنا الى اخره. انا جبت الماتش بالعلاقات نتاعي اللي عملتهم. هذا كلام وهم، انا ما قلتوش انا الكلام، انا تو قاعد نعلق على الكلام، معناها هذا اقرار صريح في كرتنا في كرتنا العلاقات تجيب ماتشات ولات. ايش معناها؟ معناها بعباره اخرى شنو كيفاش نفسروها؟ معناها كيفاش العلاقات تجيب الماتشات؟ اذا كان الماتشات ما تتربحش على التيرات تجيب العلاقات، معناها فما بيع وشراء هكا ولات. ما فماش حاجة أخرى، ما كان فما تفسير آخر ما يساعدش يفسروه لنا، معناها احنا أنا هذا شنو اللي فهمته معناها من التصريح هو كلام خميس الثامري حكيت عليه أنت، بون بعث لي أيضا الفيديو شفته منذ قليل، يتحمس أريد خميس الثامري ويحكي بصفة شخصية، مانيش نحكي مركز عليه برشا، لكن اللي حبيت نركز على عبد السلام السعداني بصفته هو رئيس السي بي يمثل السي بي، الحقيقة خطير برشا الكلام اللي قالوا. صحيح كثير هذاك، علاش احنا معناها راهو شوف راهو قطع النظر معناها على نزول الملعب التونسي للرابطه الثانيه ولا شكون اللي كان متضرر اللي هو فريقنا مش الشيء اللي صار، راهو هذا راهو الشيء هذا يهم سمعه كره القدم التونسيه والرياضه بصفه عامه في تونس الكل، راهو معناها الفيديوهات هذه قاعدين انا شفتها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين معناها يبرتجيو فيها ناس من برا معناها من خارج تونس، معناها اللي هم ماهمش تونس ويقولوا شوف معناها البطوله في تونس شنو اللي صاير فيها؟ معناها هذه مش منا احنا كرياضيين ولا كمعناها ناس مهتمين بالشان الرياضي وكتوانسه بصفه عام. اذا كان نوصل معناها اذا كان توصل عباد تعمل حاجات وتجي وتقر بك الشيء هذاك وما يقعش محاسبتهم ولا مساءلتهم ولا بومبورت شنو هي الحكايه، معناها على الدنيا سلام، يعني على الدنيا سلام نولي ونقولوا اي انسان اعمل اللي تحب عليه انت وراه معناها ما فماش عقوبه تنتظر فيك وما فما حد شيء ويولي قانون الغاب هو اللي سائد معناها سواء في الرياضه ولا في اي حاجه اخرى. دونك شنو باش تعمل؟ شنو الخطوه باش تعملوها انيس؟ احنا هنا قلت لك باش نهبطوا بلاغ وباش تقع مكاتبه الجامعه التونسيه لكره القدم معناها بصفه رسميه، اذا كان معناها الجامعه
معناها غضة الطرف ولا فما لجنة الأخلاقيات نعرفوا في الجامعة. وإذا كان الجامعة ما اتخذتش معناها الإجراءات اللازمة وما وقعش معناها فتح بحث تحقيقي جدي ورديما نركز على كلمة جدي، عندنا خطوات أخرى باش نجمو نعملوها. اللي هي؟ اللي هي توفير الإبان أسلوب نجم نقول لك عليها. توا احنا نمشيو بالمرحلة بالمرحلة. باهي، كنت بحذايا لهنا كما قلت في استوديو، سألتك سؤال. هل عندكم ثقة في الأبحاث والتحقيقات اللي باش تعملها من الجامعة؟ خاصة أنه نعرف كل ما تحل البحث كل ما كان فماش نتيجة، معناها قعدنا كان نسمعوا بكلمة بحث وتحقيق فماش نتيجة. نعاود نفس السؤال، كيف كيف هل تأمنوا بالحاجات هذه معناها باش تصير حاجة جدية في الموضوع هذا؟ شوف أنا إسلام ديما نقول لك راهي الملعب التونسي جمعية عندها لي فالور نتاعها. رانا إحنا من المسار الطبيعي هو المسار القانوني. راه المسار القانوني يتطلب منك مراحل معينه تبدا بها وتدرج. احنا ما نجموش نعملوا حاجات اللي هي مخالفه للقانون. احنا سوري مسؤولين طالبين، احنا طالبين تطبيق القانون، ما نجموش احنا نطلبوا تطبيق القانون من ناحيه ومن جهه اخرى احنا نخالفوا القانون. القانون الجامعه التونسيه باصفه الهيكل المشرف على رياضه كره القدم في تونس يلزمها تتحمل مسؤولياتها في المواقف هذه. اذا كان الجامعه ما تحملتش معناها ما تحملش مسؤوليتها، فما امور اخرى من بعد نجمو نحكيو فيها كيما كنت احكي لك توا بالمراحل. اما الجامعه من مصلحتها ومن مصلحه الملعب التونسي ومن مصلحه الكوره في تونس بصفه عامه كونه يقع فتح بحث على خاطر كان السنة صار هكا وسكتنا. قطع النظر على الملعب التونسي مش مشكل، الملعب التونسي اذا حتى كان لعبنا في الرابطه الثانيه عم جاي باش نعاودوا نطلعوا وراه باش نعاودوا نطلعوا اقوى من قبل. اما شنو اللي نجم يصير؟ السنة لقيتوا الملعب التونسي مشى ضحيه ونزل للرابطه الثانيه، عم جاي تنجم ما تلقاش وتنجم تصير كارثه في البلاد. دونك يلزمنا المره هذه مع الشيء اللي صار واللي هو الناس الكل في بالها به وشيء بطريقه مفضوحه، يلزمنا نلقاو حل اون فوا بور توت للخزعبلات اللي صايره في كره القدم التونسي. هذا هو، هذه شكون يقوم بها؟ الجامعه التونسيه لكره القدم. انا مرايا ولو اني ما يسمعني برشا باش نعطي رايي، تمشيوا للمرحله الثانيه باش تربحوا وقت وكها، وخاطر ما نتصورش باش تجيب نتيجه مثل هذه البحوث. بلا سؤال، كنت دعيت للبحث وتحقيق توما في بيان اول ظهر لي بخصوص النتائج والشبهات، هل صار في تفاعل بالله يا نيس؟ والله ما تلاقيناش رد احنا حتى لتو. صحيح وما كنتش باش تلقاو حتى رد المره هذه بالفيديوهات هذوما، ان شاء الله نلقاو رد. معناها ما تعرف معناها نجم فما ناس نجم معناها تعاود حساباتها من الاول جديد ويعاود يرجع لها شاهد العقل وتنجم تمشي في المسار اللي لازمها تمشي فيه. ما نعرفش كنا حكينا ايضا على مسار قضائي، ما نعرفش مشيتوا فيه قبل ولا يا نيس؟ قضائي ما نوع معناها تمشيوا للنيابه العموميه فتح بحث. لا النيابه العموميه هي شافت تو النيابه العموميه، شوف احنا عندنا يحكم فينا قانون زاد هكا ولا لا؟ انت محامي وتعرف تمشي لهم وتطلب وتشكي وشوف. لا 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 الجمعيات ما يمكن لهاش الالتجاء للقضاء العدلي ولو انه هذا من ناحيه هذا امور بيع وشراء مش مازال فيها قضاء عدلي. لا هي النيابه العموميه تنجم تتحرك من تلقاء نفسها، يخلوا لها القانون بتتحرك من تلقاء نفسها. معناها اذا كان هنا باش نقول لك فما تقاعس من النيابه العموميه. يا خويا احنا كجمعيه ما نجموش نجاجموا يجيو ناس من خارتين مثلا من الملعب التونسي ويتقدموا بشكايه بصفتهم الشخصيه، هذوك ما عندهم حتى علاقه بالجمعيه، وهذا اللي باش نمشيو فيه. فهمت؟ معناها هذوما ناس بصفه شخصيه باش يمشيوا لي يعملوا شكايه للنيابه العموميه اللي بتنجم. لجنه الاخلاقيات في الفيفا تنجم تكون مرحله من مراحل زاد اللي ماشيين فيها؟ نجم تكون مش المرحله الاولى، المرحله اللي من بعد. واضح، أنا خذيت من عندك المعلومة. دونك من منخرطين يمشوا للقضاء المنخرطين وانتم تمشوا لأجل الأخلاقيات في الفيفا. مازلنا ما مشيناش، احنا عندنا الجامعة التونسية، الجامعة هي بالنسبة لنا احنا توا هي الفيزافي نتاعنا. احنا توا قاعدين في علاقة مباشرة مع الجامعة وباش نشوفوا باش نشوفوا الجامعة كيفاش باش تتحرك، شنو القرارات اللي باش تاخذها. إن شاء الله نشوفوا تحقيق جدي. إن شاء الله ما يلزم سطر لي تحت كلمة جدي، خاطر التحقيقات شفنا منهم برشا. أنا قلت لك سطر على تحت جدي. إيه فارين بريمير فوا في كل حاجة، إن شاء الله المرة هذه سطر أنا بريمير فوا. إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك نيس بن فليح الناطق الرسمي باسم الملعب التونسي على تدخلك معنا. دونك كما قال نيس بعد شوية نستناو بيان من الملعب التونسي فيه الموضوع هذا بخصوص الفيديو. فضيحة خلينا نقول، إذا كان وصلنا في تونس معناتها رئيس جمعية يعترف ويلمح بالبيع والشراء نتاع مقابلات.
معناتها واحنا ما يتحرك حتى حد في تونس، دونك فضيحة استسهال وصل للتلاعب نتائج لدرجة كبيرة برشا في بلادنا. هكا نكملوا زون ميكس اليوم، شكرا منال ساسي في الإخراج، جدًا من مدة في الإخراج الرقمي، قبلها أيضًا أنيس الجويني كان معنا في الإخراج، حنلقاو إن شاء الله في زون ميكس كيف كيف السبت الجاي من مرة 3 إلى 5 كيف كيف الاثنين في فاير بلاي انطلاقًا من مرة ساعتين. أجمل تحيات إسلام المدبر.